إنها رياح الوباء العاصفة، ما عادت شمس تونس تغري طلاب دفئها، فقد هجروا البحر والمصيف. أقفرت الشوارع وغاب الزوار الذين تدفعهم الدهشة لالتقاط التفاصيل. قد أوصد الخوف من الفيروس كل شيء وضاعت معه الأرزاق. فقدنا مواطن الشغل متاعنا وبطالة، ناس أصحاب عائلات وكذا وكلها بطالة. أنا واحد من الناس نحكي على روحي، على القطاع متاعي كسيكوريتي ما يعبر عليه بالعربية عون سلامة بطالة. أنا فهمت، والقطاع هذا هو حساس. تحاول الفنادق الصمود في وجه الأزمة، تنتظر السائحين الذين لن يأتوا، وتقف الوظائف فيها على أرض مهددة بالكساد، ذاك ما يكافح مالكوها لتلافيها. اللي شهر أوت اللي مستنسين نربحوا فيه لو ماكسيموم، واللي هو لاوت سيزون معناها التعريف نتاعه يطلع بالكدا، اليوم باش نشوفوا كيفاش نغطيوا لي شارج. إن لم تمد الحكومة يد العون وترك القطاع لتقلبات الوباء، يقول أصحاب وكالات الأصفار، حينها سيصبحون معدومي الحيلة دون سند أو ظهير. أنا أقول لك من هنا إلى نهاية شهر 11 مش يكون ثم غلق شبه كلي لوكالات الأصفار إذا ما تمش أول دعم القطاع هذا على المستوى المادي والاجتماعي، إذا كان ما توفرتش أسباب لإعادة الثقة في السفر. الخطر اليوم نحكيه على غلق، الغلق شنو الأسباب متاعه؟ هو توقف النشاط. ما تقاسيه السياحة في موسم ركوذها هذا تجربة ذاقتها تونس قبل سنوات، حين أفزع الإرهاب السياح وأجبرهم على حزم الأمتعة. لكن 10 سنوات منذ 2011 معناتها العام تاع الثورة، كانت هناك معناتها انخفاض تقريب 30% من النشاط السياحي. كانت أول هزة هذه في العشرية هذه. ثم في 2015 كانت فما العملية تاع باردو، وثم تعسوسة اللي كانت قاسية، وكانت الوحدة النتائج متاعها سلبية جدا. لقينا رواحنا يعني في منتصف 2015 معناتها قرابة كل السواح خرجوا من دول. إنها السنة التي اعتزل فيها الناس الكثير من أسباب الفرح وعم الشك. كان هؤلاء يمنون النفس بفرج قريب بعد أن انتهت الموجة الأولى، ما لبثت أن تهمتهم أخرى، فضاع عامهم ومعه قوت اليوم. تقول الحكومة إنها تعمل جاهدة كي لا تكون العواقب قاسية. يقول هؤلاء إنهم على الأبواب ينتظرون.